لما تشوف النهاردة مصر وهي بتوقع مع إيطاليا اتفاق عظيم، اتفاقية رائعة لتشغيل خط رورو لنقل البضائع. أنت عارف يعني إيه خط رورو لنقل البضائع؟ يعني أنا بربط البر والبحر سويا باتفاقية لنقل البضائع ما بين إيطاليا وما بين مصر، والعكس صحيح، رايح جاي. أنا بنشط حركة التجارة اللي ما بيني وما بين إيطاليا. السفن هتبقى شايلة التريلات أو الشاحنات على ظهرها، يعني السفينة مثلا توصل الميناء عندي، السفينة وصلت الميناء عندي هوب، بإجراءات بقى جمركية ميسرة جدا، واتفاقات بتتعمل مع الطلاينة إلخ إلخ، هتلاقي شغال عليها وزارة النقل وشغال عليها وزارة المالية من الجانبين بالمناسبة. فالمركبة توصل هوب، التريلات الشاحنات تروح جاية خارجة تريبيت ماشي على الطريق، تروح بقى على المخازن، تروح على التلاجات، تروح على إلى آخره. نفس القصة تخرج من عندي تروح على الميناء هناك في إيطاليا، السفن المصري ترسى في الميناء، تتفتح المركب هوب تروح نازلة التريلات نشر، فده ينشط الحركة يسرع. وعايز في بعض الناس تتفرج عليا ويسكتوا معايا على التليفون سيادة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري. أهلا وسهلا يا فندم، وغير أنه ألف مبروك ألف شكر كمان يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. اهلا بسيادتك. سياده اللواء رضا، عايزين نعرف اكتر على هذا الاتفاق وعايزين نعرف تفاصيل يعني. تمام، هو احنا طبعا الخط الرورو اللي ان شاء الله يعني هيكون بين دمياط وميناء تريسا الايطالي ده احنا اشتغلنا عليه من نهايات او نهايه يعني عام 2019، لان كان يهمنا طبعا في الوقت ده ان احنا نزود صادراتنا من الخضروات يعني والفواكه الطازجه او سريعه التلف زي ما احنا بنسميها كويس. واحنا يعني الحمد لله يعني في السنوات القليله اللي فاتت التطوير يعني اللي بيحصل في المزارع وفي طريقه زراعه المحاصيل الزراعيه تحديدا يعني حصل فيها يعني ارتفاع في الجوده وارتفاع في النوع وفي كل حاجه، يعني جايز في ناس اقدر مني تتكلم في هذا، ولكن احنا شغلنا علشان نيسر ان الخضار والفاكهه المصريه اللي هي مميزه فعلا في اوروبا يعني ان هي توصل في الوقت المضبوط اللي هي زي ما بقول كده سريعه التلف، وفي نفس الوقت نعظم هذه الصادرات اللي بتعود طبعا على الدوله بالعمله الصعبه. فده كان التحدي بتاعنا ان احنا يعني نوجد هذا الخط يعني يشتغل وينفذ معانا هذا الامل يعني. الحاجه الثانيه ان احنا لما ابتدينا نشتغل لقينا طبعا ان في حاجات تشريعيه بتقيد هذا الموضوع، فالحقيقه يعني طبعا كان معانا توجيهات يعني من رئاسه الجمهوريه ودعم كبير جدا من فريق كامل معالي وزير النقل ان احنا نغير هذه التشريعات والقوانين اللي بتنظمنا وبتنظم شغلنا. فالحمد لله يعني انهينا حاجات كتير جدا منها اتفاقيه يعني عشان انا سامع حضرتك بتقول العربيات والشاحنات انها تقدر تتحرك داخل الجمهوريه عندنا بيسر وسهوله. فاحنا خلصنا اتفاقيه بينا، خلصنا حاجات كتير جدا، عملنا مذكره تفاهم مع ميناء تريسا بينها وبين دمياط، اشتغلنا مع المجلس التصدير للحاصلات الزراعيه علشان طبعا هو المنوط اللي عن طريقه هنبتدي نصدر الخضار والفاكهه من دمياط ان شاء الله. اشتغلنا طبعا مع وزاره الداخليه علشان قوانين المرور المصريه، ففي جهود كبيره جدا يعني تمت في هذا، والحمد لله ربنا بيكللها دايما بالتوفيق يعني، وان شاء الله الخط ده يعود على جمهورية مصر العربية ويكثر يزود يعني تصدير الحصادات الزراعية والفاكهة، لأن طبعا في منها بيسافر عن طريق الطيران، فده هيساعد كتير لنفاذ الخضار والفاكهة لإيطاليا ولأوروبا بشكل عام. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا سيادة اللواء، كل الشكر سيادة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.